مساء الخير. في 24 من شهر أكتوبر عام 2017 أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي عن مشروع سعودي طموح هو الأول من نوعه في العالم، مشروع يربط القارات الثلاث ويضم أهم القطاعات الاقتصادية والبيئية الواعدة عالميا. اليوم المشروع السعودي الطموح للحالمين وللراغبين في صناعة مستقبل جديد. مدينة استثمارية ضخمة على مساحة 27 كيلو متر تمتد إلى أراض أردنية وكذلك مصرية، ويطل المشروع على البحر الأحمر وخليج العقبة. أما عن الاستثمارات في هذا المشروع تبلغ قيمتها 500 مليار دولار، وأكثر من 100 مليار دولار سيسهم بها هذا المشروع للناتج المحلي السعودي عام 2030. 26 يوليو 2019 افتتاح مطار خليج نيوم، فرص جديدة أعلنتها نيوم لأبناء المجتمع المحلي للابتعاث الخارجي للتخرج من أفضل 100 جامعة في العالم ليتمكنوا من فرص عمل في المشروع بتوفير 380 ألف فرصة عمل في نيوم. ثورة حضارية تضع الإنسان أولاً، حيث أعلن مؤخراً الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي عن مشروع ذا لاين، وهي مدينة بلا ضوضاء أو تلوث وخالية من المركبات والازدحامات. 170 كيلومتر تمتد هذه المدينة وتحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي نيوم، مفهوم جديد في تطوير المدن المستقبلية، حيث ستعتمد مدينة نيوم بالكامل على الطاقة النظيفة بنسبة 100%، بالإضافة لضمان الوصول إلى كافة الخدمات في هذه المدينة في غضون 5 دقائق سيرا على الأقدام، وأبعد رحلة فيها تستغرق 20 دقيقة فقط. مدينة تعتمد بالكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي في قدرات غير مسبوقة، حيث سيتم تسخير 90% من البيانات لتعزيز قدرات البنية التحتية، في حين يتم تسخير 1% فقط من البيانات في المدن الذكية الحالية. قطاعات اقتصادية ستعمل اليوم على تطويرها، كقطاع الطاقة والماء والتنقل والغذاء والتصنيع، وقطاع الإعلام والترفيه والعلوم والتقنية والبناء والصحة والتعليم. إذن ماذا عن أبرز الأحداث التي شهدتها مدينة نيوم خلال الأعوام الماضية؟ حيث كانت أول زيارة رسمية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جمعته بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لبحث العلاقات الأخوية بين البلدين. وفي 23 نوفمبر عام 2020 حيث التقى الأمير محمد بن سلمان في نيوم بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بالإضافة إلى عقد مجموعة من الاجتماعات واللقاءات المرئية. إلى هنا مشاهدينا الكرام، ونعود الآن إلى الزملاء في دبي.